النادي العلمي القطري أكمل النشاط الصيفي هذه السنة اللي هو أكوا ستيم حتى في ظل جائحة كورونا. صار في تغييرات بسبب هذه الجائحة، تم نقل النشاط الصيفي إلى الأونلاين أو اللي هو البث المباشر، ومن طريق المدربين والورش تم إعطاء هذه الورش والمشاريع لإكمالها في البيت. خلصنا أسبوعين 120 مشارك، إحنا في الأسبوع الثالث اللي هي ورشة الروبوت هذا الأسبوع، وإن شاء الله في 3 أسابيع بعد العيد.